اللي قدامكم دي هي الفنانة أمينة خليل، بس عاملة مكياج غريب شوية. في ناس كتير شبهوها بعبدة الشيطان لأن هما اللي بيحطوا كحل أسود حوالين عينهم كده بالظبط، وفي ناس شبهوا المكياج ده وقالوا عنه مكياج الشيطان. هي ايه الحكاية بالظبط؟ انتشرت الفترة الأخيرة مجموعة صور للفنانة المصرية أمينة خليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بس الصور دي قلبت السوشيال ميديا والناس كلها بقت بتتكلم عن أمينة خليل والمكياج الغريب اللي هي كانت حطاه، واللي كان واضح في الصورة إنها حاطة مكياج عيون تقيل جدا وحواجب فاتحة، وده خلى شكلها غريب جدا والناس استنكرت اللي هي كانت عاملة ده، وفي ناس تانية خدت الموضوع بسخرية. بس السؤال المهم دلوقتي، هي ليه أمينة خليل ظهرت بالشكل ده؟ الإجابة بمنتهى البساطة إن ده كان شغل، يعني أمينة ما ظهرتش بالمكياج ده في صورة شخصية أو مناسبة خاصة أو أثناء حضورها المهرجان بتتكرم فيه، لا خالص، ده كان من ضمن جلسة تصوير لصالح العلامة التجارية بالنسيجا، والجلسة دي كانت بالتعاون مع مجلة جمالك. أما بقى عن الشكل الغريب اللي ظهرت بيها أمينة، فالمعروف في جلسات التصوير اللي من النوع ده إن المشارك فيها لازم يكون لابس ملابس غريبة جداً أو يعمل ستايلات في شكله أو في شعره تجذب العين، مش شرط تكون حلوة أو وحشة، المهم إنها تشد الانتباه ليها. وفي الغالب معظم الحاجات اللي بيلبسها المشاهير في جلسات التصوير دي ما ينفعش يلبسوها في الأماكن العامة، أما عن المكياج فزي ما ظهر طبعاً ما ينفعش تتحرك بيه في أي حتة في الشارع. وأمينة ما ظهرتش في جلسة التصوير دي بلوك واحد بس، دي ظهرت مرة بفستان أزرق فاتح، ومرة تانية بجاكيت جلد بألوان النمر، ومرة تالتة بجاكيت جلد لونه أسود. بس خليني أقول لكم إن اللوك الغريب اللي ظهرت بيه أمينة خليل مش هو الحاجة الوحيدة اللي خلاها ترند الفترة اللي فاتت، في حاجة تانية حصلت أغرب بكتير من المكياج الغريب ده، وده لأن من كام يوم والدة الفنانة دينا الشربيني توفاها الله، وده بعد وفاة والدها بخمس شهور بس. وكتبت دينا الشربيني على حسابها الرسمي على الانستجرام إن لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله والدتي ليلى السيد عبد الله. وحضر العزاء مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، منهم كانت الفنانة أمينة خليل. بس مش ده الغريب، الغريب بقى إن في صورة لقطها مصور بتجمع الفنانة أمينة خليل مع واحدة صورة طبق الأصل منها كأنهم فولة واتقسمت نصين. طبعا الصورة دي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا والناس كلها بقت تقول إن دي تبقى أخت أمينة خليل التوأم، وده طبعا من كتر الشبه اللي ما بينهم. وفي ناس طبعا ما بتصدق تلاقي أي حاجة ترند فتطلع تتكلم عنها وتقول كل اللي نفسها فيه، ولكن بعدها اتضح إن اللي كانت واقفة جنبها دي هي المكير ياسمين مختار، والشبه الكبير اللي بينها وبين الفنانة أمينة خليل هو اللي خلى الناس فكرتها أختها التوأم. وبس كده، دي كانت ملخص حكاية أمينة خليل واللوك اللي ظهرت بيه. ولو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.